يعد تيس الذي اشتراه العم عبد الله جمعة مفاجأة العيد الأضحى وحديث العام والخاص بإمارة رأس الخيمة، كيف لا وهو الذي خالف المثل المعروف قلنا تيس قالوا حلبوه، وأكد إمكانية حدوثه على الواقع لأنه بالفعل تيس يدر الحليب كالماعز تماما. جبت من السوق حطيته هنا في المزرعة عندي، تم 3 أيام. بعد 3 أيام شفت شيء غريب فيه. يوم طلعته وجيت أحلب منه شفته حليب فيه، وحلبت بيدي وطعمت الحليب، طلع حليب صحيح. وبعدين ناس سمعوا عنه وجو والله بيشترون عني، وأنا رفضت أبيع. تم فترة عندي أنا من قبل العيد للحين، والحين جو وزارة الزراعة خدوا منه عينة حليب ودوا حلوها في الشارجة وخدوا منه الدم وقالوا حليب صالح للشرب. والناس الحين أي واحد يبي حليب ولا شيء نعطيه عادي، يعني بدون أي مقابل بدون أي شيء. في فترة وجيزة تشكلت بين التيس وأفراد العائلة علاقة حب خاصة حالت دون بيعه بالرغم من العروض المغرية التي تهافتت على العم عبد الله الذي فضل الاحتفاظ بهذا التيس الذي بلغ سعره 75,000 درهم. في جماعة جو دفعوا فيه 10,000 وأنا رفضت أن أبيعه، والحالية أنا الحين وصل عندي 75,000 بس أنا مخللنا أساسا، أنه شيء نادر مو موجود يعني أي متقن. الناس اللي تتفرج عليه صدق أو كذب ويشوفونه، وأنا يعني يوميا أنا أروح الصبح أحلب منه وأشرب منه والحمد لله رب العالمين. أنا يعني صار صحتي أحسن وأحسن الحمد لله من سبب الحليب هذا اللي شربته، الحمد لله صحتي صارت زينة. وحتى واحد صديق عندي نفس الشيء، أنا شربت من حليب التيس وكان معي وجع ظهر من 7 8 سنوات، شايف علي؟ وشفيته الحمد لله وشافي رب العالمين، ما في أي مضاعفات أو أي خطورة أو أي شيء بالنسبة، كان كويس يعني حليبه كويس جدا. انتشر خبر التيس الحلوب وزاد فضول سكان المنطقة للتأكد من صحته ورؤية ما لم تراه أعينهم من قبل، بل ورؤية ما لم يتوقعون حدوثه تماما. صراحة حالة غريبة، يعني أول مرة يعني أشوف كذي، يعني إن التيس ينحلب وما صدقت، يعني جيت في عيني اللي شفته حين مصدق أنا. حالة غريبة الصراحة، ما صدقت إلا لما جيت شفت في عيني وشربت الحليب، وشي غريب والله صراحة، موضوع غريب يعني إنه لو ما جربت وما شفت قدامي يعني وشربت الحليب ما كنت صدقت، لكن المثل تغير كله. الأمثال الأولية اللي يتكلمون فيها يقولوا هاي تيس، قال لا أحلبه الحين طلع صحيح.